الأسبوع اللي فات أنا بدأت معاكم ملف فتحته معاكم، صحيح عمل رد فعل بعضه إيجابي بعضه سلبي، صحيح البعض قال لك ده ترويج للخرافة، وأنا أكدت قبل كده وقلت إحنا لا نروج للخرافة، إحنا مش جايين عشان نقول في جن وعفاريت، لأن الجن مذكور في القرآن ومعروف، ومس الجان والشيطان حاجات يقدر يتكلم فيها من هم أقدر مني من علماء الدين، لكن إحنا كنا قدام واقعة بيت بيتولع فيه كل أسبوع أو كل فترة ومش عارفين إيه مصدر الحريق، ودبدوب بيتحرق والناس تفتكر إن الدبدوب ده كان ساكنه جن. الكلام كله بعضه ممكن يكون خرافة وبعضه ممكن يكون فيه صحة، لكن الحقيقة الوحيدة في الموضوع إن البيت ده بيولع ومش عارفين مصدر حريقه إيه. بعد ما بادرت الأسبوع اللي فات وناديت من خلال البرنامج قلت لو في مشايخ يقدروا يساعدونا ان هم يجوا معنا المكان عشان يحلوا الأزمة، اتصل بيا مجموعة من المشايخ، بعضهم أزهريين وبعضهم متخصصين في عملية إخراج الجان من المنازل، وقالوا لي احنا على استعداد نروح معاك ونزور المكان عشان نقدر نوجد حل ونعرف إذا كان البيت ده أهله في مس جن مسهم، هل في جان في البيت، هل في حد عامل حاجة، الله أعلم. المهم نزلت ورحت قابلت الشيخ عمرو الليسي، والشيخ عمرو الليسي رجل متخصص في هذا المجال، والشيخ يوسف هو رجل من علماء الأزهر، التقيت بيهم وخدتهم ورحنا زرنا البيت المنكوب. تعالوا نشوف هذا التقرير وهذا التحقيق اللي تم في حضور مجموعة من المشايخ عن البيت اللي بيولع ومش عارفين اللي بيولع فيه إنس ولا جن. هما مثلا قاعدين بره بيفطروا مع بعض، فجأة لقوا البيت ولع. شفت طاقة نار طالعة من بين السرير والدولاب كده. مين الطفلة اللي بتعرف؟ لو قدام دوبعه في نص السرير والولعه من حواليه. اهلا بحضراتكم مره تانية في واحد من الناس. الاسبوع اللي فات احنا كنا جينا هنا في الهرم هنا في هذه المنطقه وعرضنا لكم تقرير عن منزل النيران بتولع فيه بشكل غريب جدا بشكل مفاجئ جدا. صورنا البيت وعملنا لقاءات مع الاخوات اصحاب البيت ووالدتهم ومع حتى الطفله الصغيره اللي كانت دايما بتتنبأ وبتحس ان في نيران هتولع في البيت، وصورنا التقرير الحقيقة. وبعدين كنا منتظرين ردود الافعال، خصوصا ان هم اصحاب البيت طلبوا ان مشايخ يخشوا في الموضوع ويحاولوا يحلوا هذه الازمة لان هم مش قادرين يعيشوا في البيت. الحقيقة انا اتصل بي اتنين من المشايخ، مشايخ لهم تقديرهم ولهم احترامهم، الشيخ عمرو الليسي هو رجل يعني مهتم جدا يعني بهذا المجال وله باع في هذا المجال وله رأي في هذا المجال، وقال لي أنا على استعداد أن أزور المكان وأشوف المشكلة إيه وأحاول حلها. والشيخ يوسف هو رجل من علماء الأزهر أيضا اتصل بي وقال لي أنا برضو أحب أروح المكان وأشوف المكان عشان نحاول نحل الأزمة. هما النهاردة معايا الشيخ عمرو الليسي والشيخ يوسف. أنا أولا برحب بيك يا شيخ عمرو، اهلا وسهلا. انا صادق عمرو، اهلا بحضرتك. برحب بالشيخ يوسف، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك الشيخ عمرو. طيب شيخ عمرو، يعني في ضوء اللي انت شفته في الاسبوع اللي الحلقه الاسبوع اللي فات، حضرتك شايف الموضوع ازاي؟ هو دايما دكتوران بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بنقول ان دايما المساله مش حكايه ان بيت ولع وهل هو جن ولا مش جن والكلام ده، ولكن هو الفزع اللي بيحصل للناس. الحاجات دي ازاي نتعامل معاها من منظور اسلامي صحيح وبعيد عن الخرافه وبعيد عن الشعوذة ولا برضك شيء من الخيال. الإسلام له يعني حط ضوابط في التعامل مع العالم الآخر، وحطلنا تحصينات ورقى علشان تحمينا من يعني الجن وألعابهم وأذاهم. فدائما بنبادر في المواضيع دي بالذات، مش علشان ان الحادثة غريبة والحادثة مقلقة، لا بصراحة عايز اقول لك حاجة، انا ما كنتش مقتنع يعني عشان ان انا مش من النوع اول اللي بيقتنع بالحاجات اللي زي دي عشان اكون صريح معاك، لكن دايما زي ما قلت من شويه انا باخد بالظواهر اللي قدامي وان بالمنطق، يعني ايه اللي يخلي النار تولع في بيت؟ بالتاكيد لازم نحط كل الاعتبارات. نعم، هو دكتور عمرو هو عالم الغيب دايما لا يتعامل معه بالعقل. يعني في سوره البقره الذين يؤمنون بالغيب، احنا نؤمن بالغيب، ومش معنى ان الحاجه يعني مجهوله المصدر او مجهول الفاعل يبقى ده جن وسحر، مش لازم. طيب احنا علشان برضك ما نسيبش الناس برضك في تيه وما يعرفوش يعملوا ايه ويلجأوا طبعا للدجالين والناس النصابين يعني،
فبنضطر نتدخل في الحاجات دي ونقول لهم والله يعني حتى لو ده جن اي نعم احنا مش شايفينه ومش شايفين اللي عمل كده، طيب الاسلام بيقول لنا نعمل ايه؟ بس هو ده الغرض من الموضوع، مش ان عمرو الليثي هو او الشيخ يوسف عمرو الليثي. لا الشيخ عمرو الليثي لا دلوقتي بان الفرق خلاص كده بان الفرق خلاص. ربنا يحفظه يا دكتور. هو طبعا لا رقي شرعي ولا شيخ ولا حاجه، احنا عايزين نعلم الناس انتوا نفسكم ازاي تحصنوا نفسكم. تفتكر نقدر نساعدهم النهارده؟ اه طبعا طبعا. طب احنا هنعمل ازاي؟ بصراحه بالشيخ يوسف رايك ايه في هذا الموضوع الشيخ يوسف؟ والله انت ابديت استعدادك انت تدخل في الموضوع وتعامل. حضرتك الجن مش مهمته ان هو يدخلني النار بس، الجن مهمته هو عايز يقرفني في حياتي كلها، يحللي السكر عشان يجيني السكر، يحللي الحوادق عشان يجيني ضغط وهكذا. فهو مهمته زي ما الانسان بقى خليفه مكانه في الارض، هو عايز يطفشني من الدنيا اللي انا فيها. فالحل زي ما قال فضيله الدكتور عمرو، ان الله عز وجل امرنا ان احنا نحصل الدكتور عمرو الليثي المعالج، مش الدكتور عمرو الليثي المذيع. حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم اتاه ات فقال ما تقول يا رسول الله من عقرب اللي لدغتني البارحه؟ فقال لو انك قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ثلاث مرات لم تكن تضرك، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فحضرتك ربنا بيقول وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره. ابن القيم رحمه الله يقول اعلم يا عبد الله ان في القران شفاء من الامراض البدنيه والامراض الروحيه لمن صادف كلام الله عز وجل. فالبيت محتاج ان هو اصحابه يحصنوا ويتعلموا ازاي يحصنوا اولادهم ويرقوا من هذا المس، لان الاصل في اعضاء البيت مش في البيت نفسه. طب احنا نروح البيت ونبدا زيارتنا للمنزل ونشوف على عسى ربنا يجعل على ايديكم ان شاء الله علاج هذه المشكله ان شاء الله. سلام سلام سلام. اهلا اهلا، ازيك يا مصطفى؟ عمرو ليك اي اسئله تحب تسالها لهم بقى في الموضوع ده؟ هو يعني اسئله عامه، كان في مقدمه للموضوع ده يعني قبل الحريق مره واحده؟ ده كان في ده من حد بيشوف خيالات، حد بيحصل له اعراض غريبه، حد بيشتكي من اسحار او حاجه زي كده، يعني هل في مقدمات ولا مفيش مقدمات؟ هي مره واحده البيت بدا يولع ولا كان في مقدمه؟ طبعا احنا القصص دي كتير يعني ليها اسباب كتير مش شرط سبب واحد. كان في اوضه انتريه، الاوضه دي كان فيها طبعا نيش وفيها طقم سين وفيها حاجات زي كده. كان في البدايه خالص من الكلام ده من سنتين احنا ما عندناش وعي بيه، يعني دلوقتي احنا عرفنا ايه، في اطقم صيني، في اطباق، حاجات زي كده بتتكسر، تسمع حاجات بتتكسر ونلاقيها مرصوصه مكانها وكده. ما دقائق مثلا كانت تخش الباب، تفتح الباب مثلا تلاقي حد طلع من جنبها، خيال معدي من جنبها، كانت تحس بخيالات. اتفضلي. هو حضرتك فعلا بتشوفي كل دي خيالات؟ يعني احكي للشيخ عمرو الموضوع. اول اوضه ولعت في البيت كنت يعني الصراحه كنت اخاف منها وانا داخلها. كنت بتخافي منها اصلا؟ اه. جسمي كشف قبل الحريق بقد ايه بدات تقلقي يعني؟ يعني قعدت فتره قد ايه مثلا؟ ما كانش في قلق، هي الخوف كان من الاول، من ساعه ما قعدت في الشقه. من ساعه ما اتجوزتي يعني؟ اه. بس بقى جوزها قد ايه؟ انا بقى لي 13 سنه. 13 سنه، كل سنه كنت بشوف خيالات وحاجات زي كده؟ هي بس الاوضه دي كنت اخاف منها، وكان الصيني كسر ولقيته في قلب الدرج ملموم في قلب الدرج، بس عادي يعني ما حطيتش يعني مش حاطه في دماغك يعني؟ لا مش حاطه. ما كانش في حد تاني بيشتكي غيرك؟ لا كان عندي عمي الصغير اخو رمضان حماتي يعني. بس هو مش موجود. وانت بنت كنت بتحس ان حد بينادي عليك باسمك وتتلفت ما تلاقيش حد؟ لا. طب ما كانش عندك صوت الشعر ولا حاجه؟ انا بعد حريق الشقه. لا وانت لسه قبل ما تتجوزي؟ لا لا ما حصلليش اي حاجه. كانش بيضايق منك حاجه؟ لا. طيب احنا كنا بنصلي وبنقرا قران وملتزمين. اه الحمد لله. واحنا بنصلي يعني في اي اعراض غريبه؟ بسمع القران بيحصل لي اي حاجه؟ هي مجرد خيالات. خيالات بس. الخيال ده يعني حاجه بتعدي من جنبك؟ اه. مش نفس؟ لا. حاجة سمرة كده عدت اليوم اللي انا شفت فيه بسرعة كده. اه يعني ممكن تقول هو خداع بصل؟ ممكن. في الأوضة دي بس ولا في كل الشقة وفي كل هي في الأوضة دي بس؟ بس. اه وقلت لوالدتي وقلت لجوزي ساعتها
مطنش ولا اي حاجه. وانا عن نفسي انا يعني في مشاكل بينك وبين زوجك، في مشاكل بينك وبين زوجك بتقوم كده من غير اي مبرر او من غير اي اسباب حقيقيه او تستاهل؟ يعني حكايه ما تستاهلش فجاه لقيتي الموضوع كبر وبقت مشكله كبيره؟ لا عادي، ده شيء عادي في البيوت يا شيخ يوسف. لا لا، لكن هو في حاجه مهمه. في طفله صغيره هنا لما انا جيت المره اللي فاتت سجلت قالوا ان هي بتتنبأ بحدوث الحرائق. احكي لنا ايه الموضوع لغايه ما جيت بنت. خد يا بنتي، الصراحه قبل ما يحصل اي حاجه في الشقه بنتي 4 سنين يعني قعدت طول الشارع هيولع، البيت هيولع. في حاجات حصلت وهي كانت بتقولي عليها قبل ما تحصل برضه. انا ما كنتش في البيت خالص، انا ووالدتي. يعتبر انا اول واحد في البيت. ما كنتش في البيت، انا كنت في البيت التاني. الناس قالوا لك، ان في حريقه، في دخان طالع من فوق السطح، فانا طلعت من فوق السطح شفتها، فتحت الباب ولقيت حريقه. كان في حد في البيت ولا حاجه؟ لا، ما كانش في اي حد خالص يعني. خالص. ما فيش فلوس بتضيع او حاجه بتضيع قبل كده؟ كان في احيانا كانت ممكن ملابس، كان ممكن يبقى فلوس برضو غالبا يعني فلوس حاجه زي كده. الحمد لله كله. الملابس كانت اغلبا، كانت اكتر حاجه الملابس. لا بتضيع، كنتش الاقي لها اصلا. في برضو موضوع حصل احنا سجلناه لما جينا المره اللي فاتت، موضوع عروسه هم حرقوها. يا ريت برضو تحكي للشيخ عمرو موضوع حكايه العروسه دي. هو اول يوم حصل فيه الحريقه يعني وكده، كان في الاوضه اللي هي ولعت اول مره، كان في دبدوب. الدبدوب ده يعني في نفس اليوم حصلت الحريقه دي تاني، برضه فضل فوق الانتريه اللي ولعت اول مره، تاني مره في نفس اليوم حصل نفس الموضوع بس في اوضه تاني. لقينا الدبدوب ده اللي كان في الاوضه التانيه موجود في الاوضه اللي ولعت تاني مره. ففي ناس قالت ده هو اللي بيعمل كده، وطبعا الخرافات دي. فمسكوا الدبدوب راح طلعوه بره كده، راحوا بنزين ومش عارف ايه، راحوا مولعين فيه. بعدها بساعتين تاني يوم البيت كله ولع بقى. البيت كله فقال لك بقى ده كان مش عارف الدبدوب لما انتوا ولعتوا فيه، هو ما كانش في حد في البيت. قبلها بشويه كان اخويا صوت اراء الشغل. تمام. يا دوب وصلت الشغل حوالي 9 الساعه 9 العشر ونص اتصلوا بيا بيقولوا مفيش حاجه مش عارفين يطفي اوضه النوم. كلها ولعت. جيت هنا ما لقيتش حاجه خالص. دكتور الميه تطلع لنا الولع. انت الوحيد اللي قاعد في البيت؟ تمام. انا والمدام. تمام. احنا ما جبناش شيخ هنا يتقيله او شيء قبل كده. كتير جدا جدا. لا لا، قبل الحريقه. لا ما جبناش الكلام ده خالص. لا. ولا كان في حد غاوي يقرا في كتب بالجن والبحر؟ لا مفيش مشكله خالص. ولا حد قال لك دي اثار تحت البيت؟ كنت لسه عايز اقول لحضرتك كده والله. في جه لا لا قبل الحريقه. لا مش كده. بعد الحريق كل الحاجات دي كلها اثار بتاع بعد الحريق. كله اجتهد بقى. كله بقى ماشي يقول لك اصل الحريق ما كانش اصل صح. حد عمل لكم عمل ده كان في بيت صلت حاجات زي كده اثار. هو البيت ده اصله يا شيخ عمرو بتاع شيخ يوسف بتاع والده الله يرحمه. الله يرحمه. وهم عايشين فيه بعد، هم عندهم البيتين هنا والبيت ده. فلما حصل الحريق زي ما حصل وعرضنا الحلقه اللي فاتت سابوا البيت هنا ودخلوا البيت هنا. حضرتك ربنا بيقول ان كيد الشيطان كان ضعيف. ولا طابه ولا كرنيه ولا اي حاجه بتاع الحيطانه بتاع العيال حقه. وهي الست والطفل اللي تبات في البيت قاعده ورا على طول. لا ده لازم يباتوا في البيت ولازم يقعدوا في البيت ومحدش يخرجنا من بيتنا، لان بيتنا مش بيتهم هم. انما ذلكم الشيطان يخوف اوليائه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. انما يعني من خاف من شيء سوى الله سلطه الله عليه. طيب حضرتك تشوف دلوقتي هنبدا ازاي يا شيخ عمرو وشيخ يوسف؟ احنا برضك هنبص بصه ويعني هنستفرد باهل البيت شويه. طيب هننزل يعني كام سؤال خاص كده والله المستعان. طيب استاذ شيخ يوسف ان شاء الله باذن الله تعالى انا هارقي ان شاء الله ونرش البيت مات القران باذن الله وربنا المستعان. في حاجات غير طبيعيه ولعت يعني ثلاجه قاعده حمام؟ لا السخان ولع. هو السخان ولع لا ما ضربش. الولع جت فيه
انا معلقه بوز معلقه فوق لكن التلاجة والغسالة لا موجود السخان موجود صحيح. طب اتفضل حضرتك. سريرين وبعديها ب 10 ايام ولا 15 يوم برضه نفس السريرين برضه بالخدمين بالمراتب بكله برضه بس انا غسلت ال 11 انا ببات في الاوضه. هو في وقت معين للولع؟ لا الاول كان يوم 25 لحد يوم 27 حاجه زي كده عربي عربي تعرف شو العربي؟ يعني تابع شو العربي؟ لا مش متابعها قوي بس انا فاكر الموضوع حصل معايا وانا فاكر ما بنساش. طب ولع في رمضان؟ لا رمضان لا رمضان. بعد رمضان بثلاث ايام مش 25 ما بقول لحضرتك لا ما بقول لحضرتك لا ما بقول لحضرتك يوم 25 من يوم 25 يوم اخر الشهر لحد اخر الشهر جت بقى بعد رمضان ابتدت ايه تبدا بقى من امتى؟ ايوه من يوم 3 يوم 4 تمام يعني بدا بعد كده كل اول شهر عربي كل اول شهر عربي كان الاول في الاخر يوم 25 تمام بعد رمضان بدا بعد كده حضرتك ايه من الاول يوم 5 يوم 4 قاعدين هنا ولا قاعدين ده هنا قاعد هنا كم صيام وقران الحمد لله رب العالمين الحمد لله لا 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 الحمد لله رب العالمين اورا حضرتك برضه بس برضه عايز انبهك لموضوع البنت الصغيره اللي بتتنبأ او بتشوف يعني انا حضرتك اخر حريقه قبل الحريقه قبل اخر حريقة يعني ثالث حريقه حصلت كان عندنا حاله وفاه فانا جيت من الشغل استاذنت من الشغل ورحت جيت هنا خدت دش وطلع حاله وفاه وانا جاي قالت لي يا بابا البيت هيولع انا حضرتك انا رحت وجيت بالفعل بتولع. طب ليه بتشوف حضرتك حاجه هنا؟ مش هقول لك الحاجه بتاعت بابا عاوني بابا كذا حلم وهي صاحية قالت لي انا شفت اتنين شكلهم مش حلو ولابسين اسود واحد عينيه مبلظه واحد بيفتح الباب واحد بيقفله. عامل ازاي بعد الغسيل يعني الولع كانت هنا والسخان كان هنا وكان في لوحه مطبخ هنا فوق عندي ولعت برضه لوحه المطبخ حتى نفس الريحه موجوده حضرتك مش عاوز اروح حصل كم مره هنا المفروض هنا حضرتك مرتين هنا مرتين ايه اكتر اوضه بيحصل فيها الحريق اكتر اوضه بيحصل فيها الحريق فيه. هي كانت هي اكتر اوضه اللي اتضرت اول اوضه دي اللي كان فيها الدبدوب ديت كان فيها مش عارف بصراحه يعني في حد جه هنا يعني كتب على قناصي عمل حجاب لا انا لقيت ثلاث حجابات موجودين في البيت بعد القصص كلها لا ده يعني قبل رمضان كان في مرة يعني هو حصل بعد رمضان مرتين قبلهم بقى قبل رمضان لقيت انا ثلاث حجابة كده وبسمع ناس من عندنا في البيت وكده كان مكتوب يعني حاط شكل كان مكتوب هو الشكل مش حاجات مرسومة تقدر توصف كان مكتوب ايه او مرسومة ازاي؟ هو كان فيه زي مثلثات تفهمني وكان موجود باسماء يعني زي نجمة كده وفيها اسامي؟ لا مش نجمة هو كان بالظبط مثلث 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 وجوه المثلث برضه مثلث تاني تمام مكتوب في كل حاجة فيهم طب في ايه من القران مكتوب بقى الله مش عارف ايه الله يحفظ كذا وشات كلام عدش اقراه كده تمام مكتوب بالمشقلب كده يعني طب في قران مكتوب في الحجاب ولا حاجه؟ كان في آية الكرسي كانت لا مكتوبه صح ولا بالعكس؟ لا موجوده صح مكتوبه صح مش حروف مقطعه لا لا بماء الزعفران وورقه تاني موصول عادي موصول عادي بعد كده في كلام تاني برضه طيب الاشخاص حاولت اقراه ما فهمتوش الاشخاص اللي في البيت اللي كان مكتوب اساميهم دول كان بتجي لهم مشاكل غير الحريق؟ كان في مشاكل زي يعني دايما في دي في كرب دايما في كده طب والرزق اخباره ايه؟ يعني مثلا تجاره مثلا كان ممكن بالظبط يعني انا لسه حد يسيب الشغل
بالظبط هو لسه بالظبط بقاله بتاع سنه كده شغال متواصل يعني، كان واحد منهم كده يعني. يعني نقدر نقول الاشخاص دول في يعتبر في عمليه نحس. اه ممكن بقى قرب ودي وخناقه مثلا مع والدتي مع اخواتي مع اي حد بيتخانق. ده جديد عليهم حتى في الشارع ده من زمان. من زمان يعني مش جديد. اه طيب بس انا حتى الحجاب اللي انا لقيته ده قديم جدا. قديم جدا. ونفسه يعني قبل الحريق. قبل الحريق اه. انا لقيت الحجاب ده بعد الحريق. موجود عندك الحجاب موجود دلوقتي؟ هو وقته وقت الحجاب ده موجود. هو قديم جدا. وديتهم برضه لشيخ وكده وقال لي فين هو الحجاب؟ اعلان ان هو قديم. هو شكله نفسه قديم. اه الحجاب نفسه قديم. قديم يعني قديم يعني ولا بتاعته قديم. هو موجود بقول لك انا بسالك. يعني. موجود الحجاب؟ لا ما انا وديته الناس يعني في ناس هنا دخلت البيت برضه وشايفه. ايوه يعني عندك ولا عندهم؟ لا خدوه خلاص عندهم. طيب لما الناس كانت بتيجي عند حضرتك كان بيحصل فيه تقدم في الحاله ولا الحاله زي ما هي؟ لا الحاله زي ما هي. وحتى اللي كان بيجي مثلا اول مره انا جاي تاني ما بيجيش. يعني اللي يجي في كذا يقرا ميه قال لي يقرا ميه ومش هيحصل حاجه تاني خلاص نطمئن يحصل نفس المشكله. يقرا ميه يعني ايه؟ يقرا ميه القران وياخد رشها في الاركان ومش عارف ايه. ميه القران؟ ميه القران وسوره البقره. لا ميه القران. انا عايز اقول لحضرتك برضه دكتور عمرو ان يعني واحد قال لي الشيخ عمرو في اعلام الشيخ عمرو الله يبارك. واحد قال لي يعني شغل سوره البقره في البيت وده هيجي الموضوع. عايز اقول لك ان هي ولعت لما انا شفت صوت البقره. رحت لواحد تاني قال لي حضرتك اصلا القران انت بتشغله ده هو بيخلي لو حاجه موجوده في قلب البيت هيجي اكتر. لكن بالعكس آية الكرسي بس شغلها على طول. الكلام ده مظبوط. انا بس على بقى ما انا هقول لك على كل حاجه. انا بص عملت اي حاجه ورا كل يعني ورا كل اخوك رمضان. بص يا شيخ رمضان انا عندي قال الله قال الرسول لا احد يتقدم على قول الله وقول الرسول طبعا معه غلط طبعا. وانا ما صدقش في الدنيا الا كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ما صح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح البيت الذي يقرا فيه سوره البقره لا يدخله شيطان. جميل. فده نص. جميل. انا قدام النص ده اكاد رايح تاني. فضلت الشيخ عمرو عايز اوصل لك يا اخي الكريم ان الموضوع ان القران فيه شفاء من كل داء. انا سالت واحد قال لي انت عندك جن متسلط. هو الخادم السحري ايه؟ السحر يعني. الخادم السحري ايه؟ هو انا اقول انا عايز اقول ايه الخلاصه اليوم تفاصيل. طب انا ليه سؤال قبل الخلاصه؟ هل البيت ده فيه جن؟ هل البيت ده مسحور؟ هل البيت ده الحرائق اللي فيه بتحصل لوحدها ولا حد بيعملها؟ احنا دكتور عمرو بوضوح يعني. نعم نعم هي بوضوح. هل الجن يقدر يعمل كده؟ نعم يعمل. احنا ما عندناش الدليل المادي هو الجن، انا ما شفتوش. لكن الحاج زي ما قلت القرائن والاستقراء بيقول ان دي احداث غريبه. طب احنا في المقابل ده نعمل ايه؟ هو ده اللي انا عايز اللي انا جاي عشانه. انا مش جاي علشان اقول يا جماعه انا متاكد واقسم بالله انه جن وان الجن ده جن ناري وجن هوائي وانه جن متسلط من سحر في الحته الفلانيه واسمه كذا، الكلام ده ما يخصناش ابدا. انا حتى في الرقيه الشرعيه بقول الكلام ده للناس. اذا دي كانت احوال شيطانيه فيجب علينا ان احنا ناخذ من الشرع ما يحصننا ويطرد ويذهب عنا هذا الاذى. ان يسال يقول البيت الذي يقرا فيه سوره البقره. مين اللي يقرا سوره البقره؟ مش الكاسيت. دي مشكله. يعني الناس تستسهل. صحيح في ناس تعتقد ان شغل الكاسيت يبقى خلاص، لا هو اللي يقرا القران. يا جماعه انا اعتقد ان النفس اللي طالع بالقران هو ده اللي بيعمر اللي جه في النص الشرع الشريف بيقول ايه؟ سوره البقره، آية الكرسي، خواتيم البقره. آمن الرسول. حديث ان دول نزلوا من السماء يعني دول في اللوح المحفوظ. من قراهما عصم من الشيطان. ونفسي يقول من قرا في ليله خواتيم البقره كفتاه من كل شر. فاحنا يا جماعه ما نعتمدش على مشايخ. وبعدين احنا اهل البيت وكمان الخوف يا مولانا كمان ما نسيبش البيت. مش حاسس نسيب البيت عشان بيولع وعشان لا انا ما نسيبش البيت حضرتك. انا قاعد فيه انا ما نسيبش. انا قلت ما هو بيحصل نفس القصه يعني احنا برضه من زمان لا مش هنمشي من البيت. تمام. احنا عارفين ان السحر ممكن يبقى حد من الشارع او حد مش عايزنا نقعد في قلب الشارع. لا برضه مش هنسيب البيت. ممتاز. هو بقى موضوع عند بقى في اي حد. ما هو بص احنا كل الطرق احنا عملناها. احنا عايزينه عند. ما هو احنا عملنا كده فعلا. كل الطرق بقى هي ايه؟ كل الطرق احنا مشاكل. جبنا مشايخ وامشي ورا كل شيخ. لا لا بس مش ورا كل شيخ. انا اللي بقول لك مش ورا كل شيخ.
فين ورحت وجيت او بعدين كل شيء بيجرب فينا. وهل كل اللي انت جبتهم اصلا على علم ولا مش على علم؟ بالظبط الشيخ بقى يعني انا بيجي لي الناس ولا بيقال لنا روحوا لغير المسلمين عشان يرموا ومش عارف ايه. ده حصل عياذا بالله. هتسمع الكلام ده ليه؟ هتسمع ليه الكلام ده؟ حصل فعلا. انا عايز اقول لك ان انا كنت بمشي ورا كل الشيخ لان يقول لك ايه عندك بنت صغيره ايه المشكله فيها؟ عندك مثلا لا بنت صغيره مفيش مشكله. عندك اخوك البنت دي علشان هي لسه بنت بريئه قد ترى وقد تسمع عندها شفافيه عندها شفافيه لكن ما هياش هي السبب ومش لا. السر فيها لا وان البنت دي خارقه للعاده لا مش خارقه للعاده مش بقول ان انا بقول لك اللي اتقال لي ان ممكن حد كان يقول انت السبب شوف السبب ده السبب شوف احنا هنقول ازاي عشان كده انا قلت لدكتور عمرو ياسين احنا دورنا ان انا اوجهك على الطريق السليم. يعني انا شخصيا لست من الذين يؤمنون بالفكره بتاعت يعني السحر يعني مؤمن بالدلائل فعشان كده لما جيت ما كنتش مقتنع اول مره الحقيقه. ولما هم طلبوا ان احنا نجيب مشايخ انا كنت حريص اجيب مشايخ اجيب شيخ ازهري واجيب حضرتك عشان تبقى الامور برضو نقدر نوصل للناس الرساله مظبوط لان برضو في حاجات كل واحد يعني بيعلم علم محدود ممكن يعني في ناس عندها معارف اخرى فعشان كده احنا حتى الان انا بسالك السؤال هل البيت ده فيه جن؟ هل البيت ده فيه عفاريت؟ هل البيت ده فيه شياطين؟ هل هم اللي بيولعوا في البيت؟ انا ما اعرفش انا صريح معاك لكن بالاول وفي الاخر انا اذا صح اللي هو بيقولوه وانا يعني امين ان هم اصدقهم ان هم مش هيكذبوا ما عندهمش سبب يبقى لازم نعرف ايه اللي ورا هذا الموضوع خصوصا احنا شعب بيؤمن جدا يعني بالافكار اللي زي دي وبيسيطر عليه هذا الموضوع وموجود في القران طبعا ما كنتش مؤمن انا اللي انا شفته اتاكدت انا مش مؤمن كانت تقول لي مثلا الملائكه تقول لي ايه في حد بيجري فوق الوضع بيبقى تحت يقول لي لا انت ليه بتحرك؟ اقول لها يا ستي انت حصل لك ايه؟ واحده انا عبيد اللبنيات الكلام اللي فات لا يمكن انا بقولش يا جماعه ان السحر والكلام ده مش موجود ولا ان البيت ده ما فيهوش حاجه انا مش قصدي كده انا قصدي احنا بنفترض الاسوأ ان دي ظواهر غريبه طب نواجهها ازاي كمسلمين؟ نؤمن بالقران القران قال لنا هل في حاجه بتطرد الشيطان هل ده يعني عندنا الحمد لله القران يعني انا مش عايزك انت تتوه هنعمل ايه بقى ايه الخطوه اللي هنعملها الخطوه اللي احنا هنعملها بندي بنقول لاهل البيت كلهم بنديهم طريقه في العلاج بيمشوا عليها لمده اسبوع ونتابع. يعني بتقعد معاهم هنا في الغرفه اللي بيتم اهتمام فيها الحريق ولا تقعد فين؟ اول اوضه طبعا حصل فيها حزن هنا ولا تحت؟ طيب ممكن ننزل اهل البيت في حاجه بسيطه حضرتك يعني اهم حاجه لازم نعملها كلنا ان احنا نكون موجودين للانطراح على عتبات الربوبيه. يعني قول ربنا احنا ما فيش غيرك. هل احنا هنعمل حاجه معينه؟ هل هيكون في قراءه معينه؟ بنقرا على اهل البيت بنتاكد تماما ان هم الاجسام دي سليمه مش لا سحر ولا بيتم فعلا يعني مش تقدر لما تقرا عليهم تعرف؟ طبعا هو طبعا احنا بنقول ان يتشابه طبعا الامراض النفسيه مع السحر مع يعني الاعراض كلها بتتشابه ولكن بيفرق بينهم اللي هو متخصص شويه يعني فعلا شيخ يوسف الواحد ممكن بالقراءه يعرف كان الانسان مسه جن من التشخيص كمان قبل القراءه كمان يعني من بعض الاسئله يعني انطباعك ايه ان هم في حد منهم مسه جن؟ هو في مس وفي سحر في البيت تقديرك كده في مس وفي سحر مس الاشخاص ولا البيت نفسه؟ اعضاء البيت حضرتك هم فيهم مس وانت بقى تعرفوا اذا كان في مس ولا مفيش مس هو الشيخ يوسف على افهم انا ان هو في بعض الاعراض اتقالت تدل ان في مس زي الخيالات وزي حد بيقبض كده الكلام ده قبل البيت ما يولع اصلا فهل ده يعني سببه هو الحريق ولا دي حاجه ثانيه جديده يعني لكن هو الفيصل دكتور عمرو الفيصل دايما الرقيه الشرعيه بنقرا الرقيه الشرعيه فعلا فيه ولا ما فيش دلوقتي احنا هنطلع فاصل هنكمل الاسبوع الجاي فقرتنا احنا دلوقتي بنستعد او يستعدوا هنا لاقامه حلقه داخل تلك الغرفه اللي بيتحرق فيها دايما وبتحرق دايما حلقه رقيه شرعيه وهيجيبوا اهل البيت كلهم عشان خاطر يكونوا متواجدين عشان خاطر نشوف ايه اللي هيتم هل في حد منهم قد مسه جان او شيطان او هذا الكلام كله لا اساس لهم من صحه تابعونا الاسبوع القادم ان شاء الله
هم مثلا قاعدين بره بيفطروا مع بعض فجاه لقوا البتولع. شفت طاقه نار طالعه من بين السرير والدولاب كده. مين الطفله اللي بتعرف؟ اللي قدام دوب قاعد في نص السرير والولعه من حواليه. عموما احنا زي ما شفتوا حضراتكم بعد ما زعنا هذا التحقيق الاستقصائي عن هذا المنزل وبعد ما شفنا المشايخ والمفترض ان هم كشفوا على اهل البيت وتاكدوا ان ما حدش من اهل البيت مسوا جنح، احنا هنتابع الموضوع وهنشوف هل بعد اللي تم النهارده هيتم حريق اخر في البيت، البيت هيولع تاني ولا لا.